هاي كوتيشنز مهمة، أنا حبيت أن يعني أنبهكم عليها، موجودة بالكتاب. الكاتب نبه عليها هني: since the second flip-flop is clocked by the negative, the value of Q1 is changed shortly after the negative edge of the Q0 signal. Okay, similarly Q2 وهلو مجر it's on the negative edge of Q1 signal. انزين، فالكاونتر اللي عندنا يا figure 720A has three stages، لان three flip flop عدل ثلاث بتات ثلاثة stages. اذا 64 bit 64 stages، ف 64 stages الديلي وايد راح يكون اكبر من كذي. فهذا ثلاث stages وعندنا الديلي كذي، فيقول only first stage is responding directly to the clock، بس اول واحد والباقي لا. انزين، عشان شي نسميه we say that this stage اول واحده is synchronized. فلا تخربطوا روحكم، only the first stage is synchronized، لكن الكاونتر ككل بالطريقة هذه it is not synchronized, it's asynchronous. okay, it's asynchronous. فوايد من الطلبة يمكن يتلخبطون، يقولون كها مكتوب synchronize هنا، إذا this is a synchronized counter. no, it is not a synchronized counter. okay, only the first stage of it is synchronized. فهذه انتبهوا لها زين، لأن قد تلخبط بعض الطلبة. الصفحة اللي بعدها موضح هذا الشيء الكاتب بشكل واضح، وكاتب لنا هني ان this is it's an asynchronous counter، او ساعات يسمونه كذلك ripple. فلما يجيكم بالامتحان what is a ripple counter، it's exactly the same as asynchronous counter. وشون نبنيها؟ عن طريق ال T flip flop، نربط اول واحد بس بالتايمر والباقيين ما نحط لهم connection مباشر. شنو مشكلة هذا النوع من الفليب فلوبس؟ ان الريبل مثل اي مشكلة، لما يكون عندي ريبل التايم مالي ما اقدر اخليه سريع، I cannot have it very powerful ويحسب ارقام كبيرة او كاونتر كبير بسرعة عالية، لان لازم احط ببالي ان انطر الجيتس will take this into account behavior مالها. وبعدين تلاحظون انه قاعد يتغير شوي شوي، شفتوا شلون؟ الرقم خمسة، عفوا الرقم ثلاثة عشان يتحول أربعة، شلون تحول؟ صار صفر، بعدين صار اثنين، بعدين صار أربعة. شفتوا شلون؟ يعني ما صار أربعة على طول، يعني أجزاء من الثانية كانت تغير أرقام مختلفة. ليش؟ لأن أنتوا تلاحظون أن الفليب فلوب قاعد يغير اللي بعده، وننطر شوي على ما يتغير اللي بعده، وهلم مجر لغاية ما كلهم يتغيرون في نفس التايم فريم. فهذه كانت مشكلة الاسينكرونس، الغير متزامن. اسينكرونس يعني الغير متزامن.